دورت أنا تحدي جديد. بل هذا القناة بنسمها راح نسمها يوميات خليل. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو كمان مرة، لا اليوم لازم تحطوا لايك واشتراك وتفعيل جرس الإشعارات، وتابعوني على الانستغرام، رابط الانستغرام في الوصف، وأيضا الفيسبوك تابعوه. والحين تحدينا اسمها عدم التكلم لمدة 68 ثانية. أتحدى كل واحد منكم يسوي هذا، أنصحكم تجربوه زين. بل عد لحد عدد التصاعدي عشان نبدأ. 1 2 3. طبعا أنا يعني هذا طبعا ما بقوله بسويه. وصلت 68 ثانية، لكن آسف زدت شوية. 68 ثانية، والله أنا أسرع عدد في العالم، والله أنا ما كذاب، يعني أقرب بسرعة لكن بسوي. وهذا هي عدم التكلم فقط. ونعيد لحد 40 ثانية تجرب مرة. وحتى 40 ثانية. والحين بقولكم باي باي. لا أصلا أقولكم باي باي.